قام سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية بزيارة مركز خدمات البر بحضور عدد من المسؤولين والضباط، حيث استمع سموه إلى شرح من القائمين على المركز حول سير العمل والجهود المبذولة لتوفير الأمن والخدمات لمرتادي البر. وأكد سموه بأن موسم البر لهذا العام يشكل مناسبة تقوم المحافظة بترتيبها بالتعاون مع مختلف الجهات، وأن هناك اهتماما ببذل مزيد من الجهود لتحقيق موسم بر آمن ومميز لكافة المواطنين. ونوه سموه إلى حرص المحافظة الجنوبية على تقديم كافة التسهيلات والمرافق والخدمات التي تلبي تطلعات مرتادي البر من خلال تطوير الخدمات المقدمة وتنويعها بما يوفر لهم سبل الراحة. واطلع سمو المحافظ خلال الزيارة التفقدية على مختلف أقسام مركز خدمات البر، وتابع سير العمل في خدمة مرتادي البر وتوفير الخدمات الاستثنائية لهم. ووجه سمو محافظ المحافظة الجنوبية إلى استمرار إقامة مختلف المبادرات التوعوية خلال موسم البر، والتي تسهم في تعزيز الوعي وتفعيل مبدأ الشراكة المجتمعية والتعاون مع مختلف الجهات لتنظيم العديد من المبادرات. كما أكد سموه أن التعاون قائم مع مختلف الجهات الأمنية من خلال الترتيبات والحملات المشتركة. من جهته، قدم مدير إدارة الخدمات الهندسية والاستثمار بالمحافظة المهندس خالد عبد اللطيف حاجي عرضا حول الإحصائيات الناجحة التي شهدها موسم البر، حيث شهد إقبالا غفيرا وارتفاعا في عدد المخيمين عبر مبادرة خيم، التي تضم عددا من الخدمات الاستثنائية المميزة في التواصل المباشر مع المخيمين من خلال تطبيق الجنوبية، حيث بلغ عدد المخيمين هذا العام 2443 مخيما بزيادة بلغت 63%. يسعدني التواجد اليوم في منطقة البر لمتابعة كل الإنجازات التي تحققت خلال هذا الموسم، ولله الحمد. شهدنا إقبال كبير وارتفاع كبير من ناحية المسجلين والمخيمين، وهدفنا دائما هو التعاون المثمر مع العديد من الجهات، خاصة الجهات الأمنية اللي اليوم تبذل جهود كبيرة بالتعاون مع المحافظة الجنوبية، ونحن نثمن هذه الشراكة والتعاون، ومن خلال تبني مختلف المبادرات الأمنية والحملات الأمنية المشتركة التي تقام مع العديد من الجهات، والهدف هو تعزيز الوعي وتعزيز الأمن في مختلف مناطق البر. ولا شك أن المحافظة أطلقت خلال هذا الموسم العديد من الخدمات لتسهيل الإجراءات وتسهيل عملية التسجيل والتواصل من خلال تطبيق المحافظة الجنوبية، ومن خلال مبادرة خيم التي تشمل العديد من الخدمات الإعلامية المتميزة للتواصل الإلكتروني المباشر مع المواطنين. وهدفنا دائما هو تحقيق موسم آمن، واللي شفناه اليوم الحقيقة من إحصائيات تشير بأن هناك ارتفاع كبير، وتشير أن هناك إقبال على هذا الموسم، ونتمنى إن شاء الله للجميع أنهم يتبعون اشتراطات السلامة ويتحلون بالوعي دائما، ونحن حاضرين لخدمة الأهالي والتواصل مع المخيمين، وإن شاء الله نتمنى لهم موسم آمن وموفق إن شاء الله. ومرة أخرى نثمن ونقدر التعاون الكبير بين المحافظة الجنوبية ومديرية شرطة المحافظة الجنوبية، وكذلك بلدية المنطقة الجنوبية، وكل الجهات الأمنية اللي ساهمت وتساهم في خدمة المحافظة الجنوبية، وفي أن يكون الموسم إن شاء الله آمن ومستقر. حسب توجيه سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية بتقديم كافة الخدمات للمواطنين ومرتادي البر هذا العام، ومن خلال تفعيل مبادرة خيم، في الحقيقة شهدت هذا العام تسجيل صراحة مميز مقارنة بالأعوام السابقة، حيث ارتفعت النسبة إلى 63% بالعام السابق. كذلك وجه سموه بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية كوزارة الداخلية والإخوان البلدية الجنوبية، وكذلك وزارة الصحة، الجهات التي تقدم اختصاصها كل حسب اختصاصها. ففي الحقيقة احنا كما وجه سموه بتكثيف الحملات التوعوية والتثقيفية والأمنية بأنواعها خلال هذا الموسم.